تاني، يبقى لما اجي اتكلم عن الباول ساوند او الاصوات المتحركه، فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اخد بالي من حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ الفرق ما بين الشورت ساوند واللونج ساوند. يعني ايه الفرق ما بين الحرف القصير والحرف الطويل، او الصوت القصير والصوت الطويل؟ الصوت القصير هو انك بيكون عندك حرف متحرك واحد بس، حرف متحرك واحد بس. اما اللونج او الصوت الطويل بيكون عندك حرفين، حرفين متحركين، سواء كانوا ورا بعض او كان في ما بينهم بعض حرف، ما فيش مشكله. اوكي، طيب تعالوا نشوف كده الاصوات اللي معانا النهارده. اول ساوند هو ساوند A او حرف A في كلمة bag. bag okay I what I أنا نطقتها إيه؟ طب هنا mom mom، ضميت شفايفي ضمة صغيرة م م م. طب هنا ال I إيه 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 إيه، مجرد كسرة، مجرد كسرة. تمام، مي مي ميكس ميكس. طيب امال اللونج فاول بقى يا تيتشر؟ اللونج فاول هم حرفين متحركين زي ما قلنا، تمام، فبتغير حرف، بتمد فيه، بتطوله. يعني مثلا انا بقول هنا كيك، ميك، بيك، كل دول ساوند ايه؟ لونج ساوند او صوت طويل. طيب يعني بيقول ايه؟ بيقول ايه ايه. تمام، انا اعرف منين اذا كان ده ساوند، لان ده شورت او لونج. هبص في الاي، هبص الاي حرف بعد متحرك زي الاي، وناخد بالنا كويس ان الاي اخر الحرف او اخر الكلمه ما بتتنطقش. هي هنا اسمها ماجيك اي او الاي السحريه. يعني ايه؟ يعني تخلي الاي صوتها طويل بس هي ما بتتنطقش. كيك هنا بصوا، نوز، رايس، بصوا حتى الاي خليتها، الاي قالت اي اي، كانت هنا قالت ايه؟ ايه 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 زي الكسر، لكن هنا قالت عادي. صعبة يا شباب؟ صعبة يا شباب؟ لا أيوة. لا 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 صعبة، لا صعبة. يلا راح الكلمات مرة كمان: bag، mom، mix، cake، nose، rice. يلا نبدأ بمين؟ زهراء خالد، يلا زهراء. Back mom max cake nose race rice. يلا يا مي، مي ايمن. اوكي، back mom max cake nose race. يلا يا سيد. Bag, mom, max, kick, nose, rex, rice, rice. يلا يا عمر أيمن. Bag, mom, mix, cook, kick, nose, rex. رايز، اي 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 اي، الاي ضربت الاي خليتها قالت اي 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 اي، طالما الاي موجوده الاي تقول اي. يلا يا سيد، احنا قلنا خلاص. اوكي يلا اياد. بام بام مام ماكس ماكس كيك نوز روز او روز. يلا يا زهراء محمد. بيج مام ميكس كيك نوز رايس. ثانك يو. تعالوا بقى تحت كده في الوورد انفورميشن او الوورد انفورميشن.
بصوا كده الكلمة دي كلمة ري ري ده اسمه prefix أو يعني كلمة أو حرف بتحط قدام الكلمة بيغير معناها. طيب معنى إيه؟ معنى again، معنى again تمام؟ طيب تعالوا نلعب لعبة الإيه؟ لعبة الإخفاء. جاهزين؟ يلا مين يلعب معايا؟ مين يلعب معايا؟ يلا يا مي، مي بتحب اللعب، يلا يا مي. قولي أول كلمة دي يا مي. Okay, clean. يعني إيه clean يا مي؟ يعني ينظف. آه ينظف، طب قولي لي كده. لا، هي هي. Re-clean. Re-clean. انت قلت clean يعني ايه يا مي؟ Re-clean؟ لا يعني ايه clean؟ clean واحدة يعني ايه؟ مش عارفة يعني ايه clean. clean لوحدها معناها ينظف. clean يعني ينظف. لكن re-clean معناها يعيد تنظيف. يعيد تنظيف. Thank you مي. يلا ياد. ياد. الو يلا اياد اقرا لي اللي بعدها. الكلمه دي يا اياد لا لها هايلايتر اصفر. ام M A K E. طب احنا قلنا لما يكون في A و E يبقى بتنطق ايه؟ A A يبقى ايه؟ make. make يعني ايه؟ make يعني يصنع. make يعني ايه؟ يصنع او يعمل حاجة. طب بص كده ايه؟ اقراها تاني. ريميك معناها ايه؟ يعيد تصنيع. يعيد تصنيع يبقى ميك لوحدها معناها يصنع، لكن ريميك معناها يعيد تصنيع. انا عايز العب. يلا يا زهراء. دو يعني ايه دو يا زهراء؟ do your homework. do your homework معناها ايه؟ عملت ال homework؟ اه يعني اعملي ال homework بتاعك صح كده؟ yes. يبقى do معناها ايه؟ معناها يعمل حاجه صح؟ صح كده ولا غلط؟ صح. طب قولي لي الكلمه دي بقى كده على بعضها. ها؟ ريدو. ريدو خرج الحروف من بقك. تاني اجين يا زهراء. ريدو. ريدو. ريدو برافو عليكي. ريدو بقى معناها ايه؟ ان انا اعمل الحاجه ولا ان انا اعملها مره تاني؟ يعني انا لما اقول لك ريدو يور هوم ورك معناها ايه؟ عيدي الهوم ورك بتاعك مره كمان او اعمليه مره تاني. يبقى حرف الار والاي لما تضافوا للكلمه بقى معناهم ايه؟ بقى معناهم اجين، يعني عيد، يعني عيد الحاجه مره كمان او اعملها مره ثانيه. صعبه يا زهراء؟ نو. يس. يلا زهراء محمد. يس تيتشر. يلا قولي لي يا زهراء اخر فيرب. بينك. اكسلنت ماي سوبر جيرل. بينك. بنت. بنت معناها ايه يا زهراء؟ دهن. يدهن. يدهن اوكي. طيب كده يا زوزة. طبعا احنا شفنا كلنا الفيديو امبارح بتاع زهراء كان ولا اروع ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. جميل جميل جميل.
يلا انا عايزه الفيديوهات بتاعتكم كلكم. زهراء خالد فين الفيديو بتاعك انت ومي؟ repent نص repent يعني ايه repent؟ يدهن ولا يعيدهن؟ يعيدهن. برافو. يبقى انا لما الاقي عندي ار اي قبل الفعل معناها يعيد، يعيد الفعل مره كمان. صعب يا شباب؟ لا اوكي تمام. لا سهلة؟ مس يس. نعم الفيديو بتاعي بتاع اللي زي زهرة انا هنزله قريب وانا هستناه. ماشي؟ ماشي ماشي يا إيه. طيب تعالوا بقى نشوف البيج اللي بعدها. جاهزين؟ طيب اوكي تعالوا كده الجزء دوت بقى ندخل على الجزء ده. الجزء ده بيتكلم شويه عن الماس. انا سمعت ان انتوا شاطرين عن الماس او الرياضيات. انا سمعت أيوه. ان انتوا شاطرين جدا في الماس بتحبوه كمان. هل الكلام ده صحيح؟ ايوه حتى هقرا لك الرقم ده في ثواني سهله. طب استنى بقى انا استنى اعلمك على الرقم. انا بقرا مليارات. يا ولا يا ولا. طب يلا بقى اقرا لي بقى النمبر ده كده يا بطل. ده 324268. يا خبر ده صعب قوي. Very good. Excellent my boy. Very good. طيب خلونا نقرا الاول الكلمات تمام علشان لما نيجي نقولها ايه هي نعرف هي يعني معانيها. اوكي 100 معناها ايه؟ 100. 100 معناها ايه؟ 100. مين يقول لي ال 100 قدامها كام صفر؟ قدامها صفرين. صفرين تمام. خلاص احنا هنعلم بالصفار تمام. تاني كلمة thousand. thousand 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 يعني ايه؟ 10 1000. يبقى قدامها اها 3 zeros. برافو. يلا اللي بعدها مليون. مليون مليون كم زيرو المليون؟ 6 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 ascending 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 معناها تصاعدي. ascending معناها ايه؟ تصاعدي. مين بقى عارف تصاعدي يعني من ايه؟ من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ من صغير الكبير طبعا. من 8 ل 60 ل 200 ل 4000 ل 20000 ل 300. برافو. ascending. sign يعني ايه sign؟ اشاره او علامه. sign يعني اشاره او علامه زي علامه الكاوي زي علامه الطرح زي علامه الجامعه زي علامه القسمه. نجد دجت يعني ايه دجت؟ دجت معناها الارقام. دجت معناها ايه؟ الارقام. الارقام دجت معناها ايه؟ الارقام. الارقام. تعالوا نشوف بقى الساينز او العلامات اللي تحت دي. شايفين اول علامه الخضراء دي علامه ايه؟ علامه الاكبر من. اسمها ايه بقى بالانجلش؟ greater than. اسمها ايه؟ برافو يا مي. greater than. تاني حاجه الاصغر من. less than. less than. طب اللي يساوي equal to. طيب بما اننا بنتكلم عن الاشارات خلينا نقول بقيه الاشارات. طب العلامه دي بقى اسمها ايه؟
البيك بلس دي اسمها بلس ودي كده اسمها ايه؟ لا ماين ماينس برافو ودي كده اسمها ايه؟ مالتبلاي مالتبلاي برافو ايه يا جوز انت بتاخدي الماس من ورانا ولا ايه؟ طب ودي كده؟ Divide. عايزين بقى نقرا الرقم الفظيع اللي قراه اياد ده. هنعمل ايه؟ انا عايز اقراه. طب يلا قريه معايا. اوكي. 324,268. برافو. Excellent. طب عرفت منين بقى مي؟ تعالوا نشوف مي عرفت ازاي. احنا عايزين نفهم، احنا مش عايزين نقرا بس. مي عملت ايه؟ اول حاجه بنبدا من الشمال اليمين، لقيت نمبر 3. تعالوا نشوف كده قدامها كام زيرو. 1 2 3 4 5 يبقى معنى كده ان ال 3 ديت مكانها فين؟ لو هي مكان ال 4 كانت 1000 في ال 100,000 في ال 100,000 يعني مئات الالوف. تمام؟ يبقى اسمها ايه؟ 300,000 بعد كده اعلم ال 100 لايه؟ ال 10 يبقى ايه؟ 20 20,000 ها اقل منها 4,000 بعد هنا بقى هبدا اقول من غير 1000 خلاص 200 يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل كاونت بعد ثلاث ارقام يبقى من بعدها كده 1000 طب بعد 1000 10,000 يعني عشرات الالوف طب بعد عشرات الالوف مئات الالوف او 100,000 يبقى كلمه ايه؟ يبقى نبص كده معايا اهو يبقى ايه؟ يبقى اول رقم دوت من اليمين اسمه ones اسمه ايه؟ ones اللي هي الاحاد الاحاد معايا اياد معايا سيد يبقى ones اللي هي الايه؟ الاحاد الاحاد بعد كده tens اللي هي الايه؟ العشرات بعد كده 100 اللي طب بعد كده thousands اللي هي الايه؟ الالاف بعد كده 10,000 اللي هي عشرات الالوف بعد كده 100,000 اللي هي مئات الالوف مئات الالوف اوكي very good يلا نبدا مع مين بقى؟ انا معي زهراء ناموس يلا يا زهراء ما بتقول بتقولي يا مس يلا قريني اول نمبر ده يا جيس 544,432. Excellent, very good. يلا معي الأول 544,000 أنا أعلمك عليه أوكي
Okay. 976 million 421,357. Excellent. Wrong, you mean. یا نظاره خیلی یا نظاره read the number یا نظاره okay. مليون لا لسه ما وصلناش للمليون احنا لسه ما كملناش 6 ديت 10 ديت 100,000 يبقى قول ايه 400,000 10,000 21 اكسل يلا يا عمر عمر ايمن يلا يا عمر 300,000 300,000 20,000 Yes 300 Bravo 65 65 Bravo Ali Excellent Yalla Sayid Miss انا ايه ممكن بس اطلب طلب قولي يا ايه دي حبيبي اتفضل انا ما بعرفش انطق يعني الارقام مع بعضيها الارقام الانجليزيه مع بعضيها زي كده 320,665 ما بعرفش انطقها ورا بعض كده انا بس سوايا ايه رايك هنحط مكانها 1000 هنحط مكانها هون هنشيل كلمة الأحد ما بنقولش احنا أحد صح كده؟ عند العشرات هنقول كلمة تنز أنا وأنت سوا أياد أوكي؟ تمام يلا يا سعيد يلا يا سعيد أول رقم ده رقم كام؟ أول رقم 2 أهو إحنا بنبدأ من الشمال من الشمال 5 5 الخمسة دي مكانها فين؟ ده كده ألوف الاتنين دي الاتنين دي أول ألف الألف اسمه 1000 بعدها مئات الألوف 2 بعدها وده الاثنين يقول ايه؟ اقول ايه؟ 500,000 مش رقم 5 مش رقم 5 بعد الفرف 2 5 ولا 20 5 5 1000
20 22 22,000 and three, 5, 2. 50, bravo, 2. Bravo, yes, I am. Sama? La, Miss. Ana, yeah.